أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: بعض الناس يضع مع الميت عند دفنه مادة تساعد على تحلله، خصوصا في المقابر التي هي على شكل غرف في البلاد التي أرضها صلبة حتى تتحلل الجثة بسرعة، ثم يدفن فيها غيرها، ما حكم هذا العمل؟ هذا العمل لا يجوز، ما يوضع مع الميت مادة تحلل جسمه، ما يجوز هذا العمل. جنازة المسلم وجثة المسلم تحترم، حرمته ميتا كحرمته حيا، لا يجوز أن تكسر عظامه ولا أن يوضع معه مادة تفتت لحمه وتسرع في تحلله، هذا انتهاك لحرمة المسلم، حرمة الميت، فلا يجوز هذا العمل. نعم.